بص يا جماعة، تخيلوا لو عندكم دور كبير يشيل الحاجات دي، يشيل الاتنين دول جنب بعض وقوي أوي كده، ما توقعش حتى رف جوه الدولاب. هتحطوا البراهات ورا بعض محضونة ملمومة، حلو جدا تستفوا البراهات ورا بعض، ده بيحافظ عليها وهيدي شكل جمالي للدرج أو للدولاب، للرف يعني. ممكن طبعا ان انتوا تحطوا واحد اتنين، يعني اتنين جنب بعض كده، ممكن تحطوهم بالعرض على حسب بقى كل واحد وظروف دواليبه وظروف حاجاته. وفي التاني بتطبقوا الكيلوتات، انا ممكن ابقى اوريكم تطبيق كيلوتات حلو جدا. بتطبقوا الكيلوتات بتبقى صغننه جنب بعض، تسففوهم بقى كيلوتاتكم براحتكم، الشرابات حتى تطبقوها صغيره وتبقى موجوده جوه الدور. ميزه دي عن الحاجات التانيه اللي هم عاملينها خاصه للحاجات دي، بتبقى قماش فما بتتنضفش، فممكن تتلف بيبقى قماش جوه كرتون كده. فدي حلوة انها بلاستيك تعيش وشكلها شيك انا شايفة، ولونها بيج حلو جدا. وكمان يعني هتلم الحاجة اكتر لانها ناشفة، فدي ممكن تحطه كمان فيها للرجالة، الشرابات، الحزيمة، ممكن حتى الغيارات بتاعتهم، البوكسرات تطبق بشكل معين وتبقى متستفة فيه هنا. فدي ليها استخدام زي كده، برضو ليها استخدام للحاجات المكتبية، تجمعوا فيها الحاجات المكتبية، الأوراق مثلا لو أطفال عندهم لوح كتير ورسومات كتير يجمعوها فيها في الدور بتاعهم. ممكن برضو الحاجات الكرافت، لو حد عنده حاجات كرافت مثلا سوليتيب، أشكال ألوان أو أي حاجة زي كده، أنابيب الألوان، ممكن لو حد رسام عنده أنابيب ألوان عايز يجمعها في حاجة بالطول أو بالعرض هيجمعها فيها. ممكن برضو لو حد عنده أي حاجة بقى تبع الكرافت، بلايدو حتى بتاع الأطفال، العلب بتاعة بلايدو يستفوها هنا عشان يبقى الغطاء باين الألوان ويبقوا بيقدروا يشيلوه ويروحوا في المكان اللي هم عايزينه فيه. فدول يستخدموا للأورجنايزنج، هتبقى فكرة حلوة جدا. بالنسبة لأن هم يستخدموا للأكل، ممكن جدا إن هم يستخدموا للأكل زي صينية تحضير، قصدي سوري صينية تقديم، ولكن بلاستيك. أنا ممكن أحط هنا أقطع استخدمه كسيرفيس، لازم يجي في المخمة الفخامة والضخامة والحاجات دي، ممكن استخدم ده كسيرفيس يومي، احط فيه الفاكهات متقطعة بشكل معين، الموز بالحاجات دي بشكل معين، اللي هو انا جايبة طبق فاكهة، مش لازم اجيب طبق فخار، طبق فاكهة ولكن دي صينية فاكهة استفها متقطعة يبقى شكلها جميل جدا. ممكن اعمل فيها سلطة كبيرة، هنا سلطة كولسلو، هنا سلطة خضراء، هنا سلطة الفتوش جنب بعض، زي يكون صينية موتزاريلا، صينية سلطة. بس ده بالنسبة للكبار. بالنسبة للصغيرين هنا زي ما انا شايفة، زي ما انا حاطة نفس الفكرة، تستخدم كأورجنايزر، ممكن تحطوا فيها اقلام الالوان زي ما انا قلت في الفيديو اللي فات، ممكن انتوا تحطوا فيها التوت بتاعتكو، دبابيس، اي حاجات صغيرة بتحطوها في التسريحة بتبقى تايهة هنا وهنا في الدرج، فده هيستفهم كويس اوي. الحاجات الصغيرة دي هتستف، ممكن نحط هنا دبدوب صغير ونخرم دماغه بالدبابيس بتاعة الطرحة، تك 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 تك. وممكن ان احنا نحط فيها الدبابيس بتاعة الشعر، دي اسمها دبابيس بنص بنا، وتوك صغيرة، توك تيك توك بتاعة الأطفال في الدرج، نجمعها لهم ونفرشها لهم بطريقة تبقى باينة عشان نفتح الدرج يبقى الدرج متستف. ده درج التسريحة، ده برضو درج المكتب. بنبقى حاطين حاجات كرافت، الدبابيس بتاعة الورق، الكليبسات، ممكن كمان ان هو يستخدمه للأكل، ممكن مثلا نعمل ده للزيتون، ممكن نعمل ده لسلطة الزبادي، ممكن نعمله ممكن يستف فيه محشي. تخيلوا لو تعملوا سلطة محشي وتبقى المحشي اللي هو بيبقى ساقع جاي من التلاجة وتستفوهم، يعني يبقى المحشيات بتبينوا قد ايه كل المحشي مقاس بعضه ويتستف كده ورا بعض المحشي. زي ما بقول لكم الزيتون ممكن اللانشون تلفوه وتحطوه عواميد كده، ممكن الحاجات اللي هي المخللات وكده تبقى معمول حتى معاها خلة الأسنان اللي لقطوا رزقهم منه. فممكن مع الأكل ممكن برضو أورجنايزنج، وممكن كده بقت المجموعة مستفة جنب بعض أهي بس. ودي فكرتي للمجموعة دي.
كده، وممكن كمان يدخلوا جوه بعض كده.